وماذا يعتقد بن جاب الله؟ هل صحيح أن التوانسة سيختارون هذا العام بين أن يصبحوا جزءا من مشروع دولة الخلافة الإسلامية أم أنهم سيستمرون في بناء الدولة المدنية؟ أنا أقول لك الصراع من أجل المشروع التونسي الذي بدأنا في إنجازه منذ قرنين، يعني منذ أن كانت تونس الأولى في البلاد العربية الإسلامية التي منعت الرقة، ثم منذ أن بدأت تونس في القرن التاسع عشر أيضا أنشأت المدرسة الحربية وبدأت تنور العقول. هذا المشروع ما زال دائما. أنت تعرف الحزب الحر الدستوري التونسي اللي حاول اليوم يرجع لل هذا علاش كله الدستوري، أي نسبة إلى دستور ستينات القرن التاسع عشر، أول دستور في العالم العربي الإسلامي. يعني أنت تشوف يعني نشأ هذا يعني في ثلاثينات أو أربعينات القرن الماضي القرن العشرين، ولكنه رجع إلى الأصل، وتونس ما زالت على ذلك العهد. أنت لما تشوف تاريخ تونس تلقى دائما خطوة في اتجاه تحرير العقول، المدرسة الحربية، المدرسة الصادقية، المدرسة الخلدونية، هذا كله تجديد التعليم في زيتونة، ثم قانون المسعدي عام 58 كله يندرج في إطار تحديث الفكر التونسي والعقلية التونسية والذهنية إلى آخره. الخطوة الأخرى هي تحرير البشر، يعني تبدأ بعهد الأمان ثم الدستور الرق إلى أن تصل إلى دستور 59 وانتخابات معناها جيدة، بحيث لم تفصل تونس في تاريخها منذ قرنين هذين المسارين، المسار تحديث العقول ومسار تحديث تحرير الإرادة، ولا أعتقد أنها ستتراجع اليوم. يعني لما حذف أحمد باي الرق أو قرر إلغاء الرق جاء الإسلام السياسي ضده، الإسلام السياسي مش الموجود برك، وليس الظاهر فقط، الظاهر قال الرجل والمستخبي يعني والمتخفي مال شنو، حيث لما جاء دستور 64 أو 60 قالوا لا ينبغي أن يكون هناك ذمي وفرق بين اليهودي والمسلم، مثلا ماش فكرة المواطنة ما عندهاش قيمة، جاءوا ضده. يعني لما جاء بورقيبة وعمل عام 56 مجلة الحوار الشخصية وجعل المرأة حقوقا يعني لم تكن لها في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية كل، جاء جميع ضده، ولكن هنا دائما ننتصر. الآن نحن نواجه فعلا الإسلام السياسي بما لنا من قوة، بما لنا من يعني أدوات الدفاع، وأدوات الدفاع في مثل هذه الحالات يعني حاجتين. أعتقد أنه لا سلاح ضد انتشار الظلام إلا نشر النور، ولا سلاح ضد انتشار القهر والخلافة والحكاية هذه إلا بنشر الحرية.